بجرب الصب في الترعه لما اجيب الترعه عليها، ده مكان تاني برضه بيقللها قد ايه ان المجاري هنا الصب كلها في الترعه، وده نتيجه لان اصلا المشروع يعتبر اصلا فشل ومحتاج حد يعمل له صيانه دوريه بصفه مستمره. مشروع فشل ازاي؟ انتوا كنتوا رامين من بعض مبلغ مالي يعني وفحرته وعملته الصرف الصحي ده؟ طبعا المشروع دوت قائم بالجهود الذاتيه وجمعنا من الناس كلها الموجوده في العزبه وعملنا المشروع ده بالجهود الذاتيه، وبعتنا اكثر من مره وخطبنا المسؤولين منها محافظ الشرقيه اكثر من مره اللي يضم لنا المشروع عشان هو الصرف الصحي علشان يبقى فيه صيانه مستمره، لان كل الجهود ديت منشوره في ان هو يتضم فشلا. طلبناهم اكتر من مره ولحد النهارده مفيش اي حاجه حصلت على ارض الواقع. طب وايه الزباله اللي شايفها في الترعه دي؟ يعني بترموا زباله في الترعه ولا ايه؟ يعني ده مش ده ناس كل واحد بيرمي زبالته في الترعه عشان خاطر مفيش اصلا اماكن لتجميع الحيوانات ولا في حد بيعمل مشروع في الترعه. طب في مشكله تانيه برضه جنب الصرف. وانا شايف ناموس اهو. طبعا ما هو من عواقب الصرف الصحي اللي هو يبتدي الترع كده هو بيبقى فيه ناموس وفي دبان وفي حشرات وفي تلوث بقى فشل كلوي وخلافه. وانتوا بتروا المحاصيل والاراضي الزراعيه بالميه دي؟ ما فيش طريقه، ما فيش حل ثاني غير ان احنا نرمي من الترع. نرمي منين؟ ما فيش حاجه غير ميه الترع.